تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، نظمت جامعة البحرين حفل تخريج الفوز 26 من طلبتها البالغ عددهم 3500 طالب. هذا وأقيم الحفل بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء الجامعة، حيث أكد سعادته مواصلة تطوير نوعية التعليم العالي واستيفاء معايير الجودة العالمية. دور محوري ورائد تلعبه جامعة البحرين في احتضان وتخريج دفعات متعاقبة من الخريجين هم من صناع القرار والكوادر الوطنية المؤهلة، كدليل ساطع على ما يتمتع به خريجو جامعة البحرين من كفاءة وقدرة ومهنية عالية. وها هي اليوم تحتفي الجامعة بتخريج الفوج 26 من طلبتها من مختلف البرامج الأكاديمية. رعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أقامت جامعة البحرين اليوم حفل تخريج الفوج 26 من طلبة الجامعة في حفل في الواقع بهيج، حضره عدد كبير جدا من أولياء الأمور ومن المدعوين، وطبعا في مقدمتهم الطلبة الذين تم تخريجهم اليوم. ومن دون شك جامعة البحرين تفخر في الواقع بمستويات طلبتها ومستويات خريجينها. اليوم الشهادات المقدمة من جامعة البحرين تحظى بمصداقية كبيرة جدا سواء كان في سوق العمل أو في المؤسسات الحكومية، ومن هذا المنطلق طبعا اليوم الجامعة ومن خلال برامج وخطط وسياسات مجلس الأمناء تسعى إلى طبعا تطوير برامجها الأكاديمية واستحداث المزيد من البرامج على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا أيضا الماجستير والدكتوراه بما يلبي طبعا متطلبات سوق العمل، وفي نفس الوقت يعزز من مخرجات الجامعة ويحقق الموقع الذي تتبوأه الجامعة بشكل طبيعي في مختلف المؤشرات الدولية باعتبارها مؤسسة تعليم عالي رائدة في مملكة البحرين وفي المنطقة ككل. الحفل اليوم كان ما شاء الله مليء مهيب، القاعة تسعى إلى 1400 شخص ممتلئات بالكامل بطلابنا بأولياء أمورهم بأحبابهم بضيوف الجامعة، وتشرفنا بوجود الجميع والحمد لله احنا سعيدين جدا بنتيجة الحفل اليوم. يوم تمتزج فيه مشاعر السعادة والفخر والسرور، ويستذكر فيه الطلاب مسيرتهم الغنية بسنوات الدراسة الجامعية ليؤسسوا عليها مسيرة أخرى في رحاب العلم والتعليم وفي ميادين العمل والعطاء. سعيدين بهذا التخرج جداً، ومقبلين إن شاء الله على حياتنا المهنية والعملية بكل تميز، مثل ما تخرجنا بمعدلات عالية ومتميزة إن شاء الله نكون متميزين في حياتنا العملية أيضا. وها أنا ذا أقف مجددا لتخرجي من هذه الجامعة العريقة بشهادة ماجستير في القانون، سعيدة ممتنة جدا لهذا النجاح وأهديه إلى عائلتي وإلى هذه الجامعة التي خرجت. شعوري ما ينوصف اليوم في التخرج، وأشكر كل اللي دعموني خلال مسيرتي الدراسية، وأشكر أول شيء أهلي طبعاً، وأشكر أصدقائي كلهم المتخرجين ولمو متخرجين طبعاً، كلهم وقفوا وياي والحمد لله يعني تخرجنا وخلصنا يعني. مناسبة تخرجي من جامعة البحرين من هذا الصرح التعليمي العظيم، أوجه شكري إلى كل الدكاترة اللي أشرفوا على تدريسي من دكاترة بكلية الحقوق أو كليات ثانية، وشكر خاص إلى الوالد والوالدة الله يحفظهم، هم كانوا سر من أسرار نجاحي. الحمد لله على هاي اللحظة، الحمد لله أن وصلنا لهاي اللحظة اللي هي التخرج بهالشهادة الجامعية. أشكر جامعة البحرين على حسن معاملاتهم وعلى حسن جودتهم على التعليم. الحمد لله رب العالمين اللي رزقنا العلم ويسر لنا الدرب وختمناها بمرتبة الشرف الأولى. كانت 4 سنوات مليئة بالجد والاجتهاد، والحمد لله رب العالمين حصلنا ثمار اجتهادنا. إن جامعة البحرين في تطوير مستمر لخططها وبرامجها لتحقيق الغايات والمقاصد الوطنية المتصلة بتنمية القدرات البشرية والاستثمار في الإنسان باعتباره محور عملية التنمية المستدامة والمحرك الأساسي لها، إلى جانب توسع الجامعة في طرحها برامج الدراسات العليا وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال. تواصل جامعات البحرين تخريج طلبتها بمختلف التخصصات العلمية بعد استكمالهم متطلبات التخرج، لنشهد اليوم تخريج الفوج 26 بعد رحلة من الجد والاجتهاد عاشها الطلاب خلال أعوامهم الدراسية.
إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.